وانظروا إلى الدنيا، فإن الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى فإنها ملبسة الصالحين ثوب الثبات، ملبسة الصالحين ثوب الثبات، وملبسة غير الصالحين ثوب التناقض. فإن خفي على الناس أو على الشباب خفي عليهم أمرهم، خفي أمرهم عليهم مدة من الزمن، فلن يموتوا حتى يكشف الله الأستار عنهم لما عملوا لغير وجه الله سبحانه وتعالى ونافقوا، وخاصة من أجل رياش الدنيا ومن أجل الحاكمين، ولم ينتصروا لله ورسوله، فلن يلبثوا إلا قليلا حتى يعلم الناس حقيقتهم، وحتى يعلم الناس حقيقة الذين أخلصوا. ولو تجمعت عليهم القنوات وتجمعت عليهم الأقوال وكتبت عليهم الصحف وازدرى بهم من ازدرى بهم، فإن الله خاتم لهم بالحسنى بإذنه تعالى إذا ما أخلصوا. فنسأل الله التبات والإخلاص، ونسأل من يحبنا أن يدعو لنا بهذا الدعاء.